مرحبا بكم إخواني مرة أخرى، دائما في إطار جولة بمدينة سيدي قاسم أو عمالة إقليم سيدي قاسم. احنا دابا الآن في الخرجة ديال عمالة إقليم سيدي قاسم، يعني في الخرجة في الطريق طريق طنجة، بما يسمى بطريق طنجة. احنا في طريق طنجة نحاول نمر واحد الخاصة اللي هي جديدة، اللي كان شأها المجلس البلدي ديال مدينة سيدي قاسم مشكور. هناك منصة شباب على يد اليمن، منصة شباب اللي نجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فلا لاحظوا معي هذا الشارع إخواني، رائع ومناظر جد خلابة. دائرة الشراردة، هنا الوقاية المدنية الإقليمية. هاد المناظر اللي في هاد الشارع ما كانتش عاد، يلا جديدة هذه. منظر جميل جدا، وخصوص جف في المدخل الرئيسي ديال عمالة إقليم سيدي قاسم. ها الإخوان، ها الخاصة اللي دار جديدة، رون بوان جديدة كذلك، منظر رائع. نحاول نجيبو الظهرة. في اتجاه جماعة الزرارة، الحطب سير ولدي سير.
هنا نحاولوا نخرجوا في الشارع الرئيسي ديال شارع الحسن الثاني اللي كيربط ما بين سيدي قاسم سيدي سليمان سيدي حيا قنيطرة. احترام الأسبقية واجب. ولا حنا هنا نرجعو ثاني سيدي قاسم من شارع اخر وعيبان لكم داك المنظر ديال الجبل هنا عجبان لكم الجمال ديال عمالة اقليم سيدي قاسم. المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كاين على اليمين. كنحاول الاخوان ندخل وسط الشارع طبعا كتكون طريق خاوية باش يبان لكم المنظر كامل ديال داك الجبل. الكلينيك ديال سيدي قاسم هو اللي دزنا عليه على اليمين. دابا حنا في المدخل ديال عمالة اقليم سيدي قاسم من الطريق الوطنية اللي كتربط ما بين سيدي قاسم والقنيطرة وكاين مداخل اخرى. في فيديو اخر ان شاء الله نحاول ندخل على مدينه مكناس من مكناس وداخل سيدي قاسم وكذلك من ناحيه بكوطه وداخل سيدي قاسم.
معايا اخواني، منظر رائع. فيها باس نعود نطلعو ونحطو على هذا الشارع. خلاص كاين الخزينة العامة للمملكة، اتصالات المغرب، فهاد الشارع، وفكاش، باراميديكال، ديوان الخدمات سيدي قاسم، تأمينات من زروال، الحمد لله كاين. بريد بنك بكل صراحة عمالة إقليم سيدي قاسم نظيفة جدا صراحة. هنا العمالة ماشي كنزيدو، انتما كتشوفوا كلشي، الشوارع نقيه الحمد لله، كاين المناظر، كاين الشجار، كلشي نقي، كلشي مستيكي، كلشي وهداك. هنا هابطين في نفس الشارع، الناس مساكين شادين الصف كيستافدوا من ديك الإعانة ديال الدولة. تحية للقوات المساعدة والأمن الوطني بسيدي قاسم، كل صراحة صاهرين على الخدمات ديال المواطن. كتشوفي لابونك كتلقى المخازنية واقفين والرجال ديال الأمن واقفين، شي لابوست، أي إدارة مشيتي لها كتلقاهم واقفين. الحمد لله اي ادارة دزنا لها واي مؤسسة واي كيشي ديال لابونك ولا كتلقى خازني واقف لها. اذا تحية للقوات المساعدة. نحاولو نكتفيو هنا، ولنا موعد اخر في فيديو اخر عن مدينة سيدي قاسم او عمالة اقليم سيدي قاسم. اذا شكرا لكم على تتبعكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.